رفضت السعودية تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ووصفتها بأنه لا أساس لها. وقالت وزارة الإعلام في بيان لها إن ما ورد في بيانات المنظمتين من اقتباسات وإفادات نقلا عن مصادر مجهولة أو مطلعة هو ببساطة خاطئ، واتهمت المنظمتان السعودية بانتهاك حقوق عدد من النشطاء المعتقلين بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان. عبر سكايب معنا لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. سيدة لين، أهلا وسهلا بك معنا. إذا بالنسبة للسعودية، هذه التقارير خاطئة ولا أساس لها من الصحة، في بعض الأحيان كانت تقول إنها مسيسة أيضا. كيف تدرأ منظمة العفو الدولية هذه الاتهامات، وعلى أي أساس بنت تقاريرها؟ مساء الخير. نحن بنينا هذا التقرير على أساس مصادر ومعلومات وصلتنا، ومثل ما قلنا في البيان الصحفي الذي أطلقنا، أن أتانا ثلاث شهادات منفصلة تدل على هذه التهم، وعلى أنه عم بيصير في تعذيب وتحرش جنسي من خلال فترة بخلال فترة الاعتقال. الاعتقال، نعم. ونحن على هذا الأساس نطالب السلطات السعودية بأن تحقق في هذه المقولات، وأن تقوم بتحقيق جدي، ويكون يعني على اطلاع، وعلى أساسه تأخذ الإجراءات اللازمة. نحن ليس يعني دور المنظمة العفو الدولية مش أنه تتجه باتهامات. نحن يلي عم نقوله أنه عم يصيرنا معلومات، عم نطالب أنه يصير في التحقيق بهذه المعلومات إذا جدية يا ملا، ويصير في محاسبة على أساسها إذا طلع أنه هالمعلومات صحية. بس يلي عم نزيد القول على هذا الشيء، هو عم نقول أنه نحن بالتوثيق يلي عم نجري كمؤسسة حقوق إنسان، يعني منظمة العفو الدولية، عم بتابع يعني صرنا على فترة عدة سنوات المحاكمات التي عم بتصير ب يعني النشطاء السعوديين والناشطين الحقوقيين، ويلي عم نشوفه انه في نمط واسع، يكون في اشخاص عم بيقولوا انه عم بيصير في تعذيب ضدهم ما قبل المحاكمه، وعم بيستعمل هذا التعذيب لاخذ المعلومات منهم، يعني يكون في الاعترافات، وعلى اساس هذه الاعترافات عم بيصير في اصدار الاحكام، واوقات احكام كثير قاسيه، يعني من بينها عقوبه الاعدام. سو يلي عم نقوله اليوم هو شيء عم نوثقه نحن على مدى سنوات، وهو نمط واسع، ولا يزال انه مسؤوليه السلطات السعوديه ان تقوم بالتحقيق اللازم. لكن هل تواصلتم مباشرة مع هذه السلطات المعنية، وأتاكم الرد عن غير طريق الإعلانات والبيانات؟ ليس على هذه المعلومات بالذات، ولكن نحن على يعني بشكل روتيني من راسل السلطات السعودية، وللأسف ما بيجينا كثير يعني أجوبة منهم. بس لا هيدا لأنه يعني على أساس هذه الشهادات يلي يعني وصلتنا الثلاث شهادات، لا أعلننا عن يلي بنعرفه، ولكن وعم نطالب السلطات أنه تتخذ الإجراءات اللازمة. ولكن نحن يلي عم نطالبه من صرنا عدة أشهر، يعني من شهر مايو حتى، عم نقول أنه صار عم يصير في اعتقالات بشكل تعسفي للنشطاء السعوديين، ونحن نطالب بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص. طيب، في هذه الفترة وعقب قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بالطريقة غير الإنسانية التي تحدثت عنها وتتحدث عنها وسائل الإعلام إلى غاية اللحظة، كيف يمكن استثمار هذا المناخ من أجل الضغط أكثر على السعودية للإفراج عن مختلف النشطاء الكثيرين المعتقلين بطريقة تعسفية؟
أكيد يعني قتل الأستاذ جمال خاشقجي أكيد خلى العالم والدول الحلفة للسعودية ما عاد فيهم يكونوا عم بيتناسوا يما عم يعني ما عاد فيهم يكونوا عم بيعملوا حالهم مش عارفين شو عم بيصير بداخل البلد. اليوم صار كثير يعني وعم نشوف أكثر بلاد أكثر وأكثر بهاليومين يلي مرقوا في دولة فنلندا دولة دنمارك أعلنوا أنه حيوقفوا بيع الأسلحة للسعودية، وهذا يعني هذه أكيد هذا الشيء نحن عم نطالب فيه في مجال المعركة المسلحة في اليمن. عم نقول أنه هذه الأسلحة عم تستعمل في جرائم حرب، وعلى الدول التي عم تسلح عم تعطي يعني عم بتبيع الأسلحة للسعودية وللإمارات على أن توقف هذه يعني البيع طيب، هل من بيع خطوات أخرى الأسلحة بعض. عملية سيدة لين للضغط على السعودية بشأن المعتقلين والناشطين؟ هلا منظمة العفو الدولية مع Human Rights Watch مع Reporters Sans Frontières مع Committee to Protect Journalists عم نطالب من أمين العام للأمم المتحدة بأن يفتح تحقيق يكون شفاف ويكون مستقل بقضية قتل جمال خاشقجي. هيدي لنا أول يعني أول خطوة وكثير مهمة، ويعني أعلن عن نية هذا الشيء والأتراك أعلنوا عن نية هذا الشيء. هلا اليوم بس ناطرين انه يكون في انه على الدوله على سلطات الاتراك انه يقدموا بهالطلب بشكل رسمي. شكرا. بس نحن بنعتقد يعني بكل اقتناع انه ما فينا نوصل للحقيقه في هذه الجريمه الا من خلال تحقيق يكون مستقل على الاخر. ولكن هذا القتل يلي صار عم بيساعد انه يسلط الضوء على المعاناة اللي عم بيعيشوه من النشطاء واي تمام. شخص في قلب السعودية يلي عنده بس صوت منفرد ومستقل. اليوم يلي عم نشوفه صرنا اكثر من سنة عم بيصير كل شخص عنده رأي مستقل وعم بيعبر شكرا عن رأي شكرا مستقل من جزيلا ناحية سيدة لين معلوف. انتهى الوقت للأسف. مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، شكرا على هذه المداخلة.